السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله الصفحة 93 من مقرر الجديد في الرياضيات للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. عندنا الدرس رقم 18 التماثل المحوري أو la symétrie axiale. La symétrie axiale. علاش؟ حيت أكس هو محور، سيمتري أكسيال تماثل محوري. أهداف التعلم: إنشاء مماثل شكل بالنسبة لمحور معلوم على شبكة تربيعية، تحديد محور أو محاور تماثل شكل هندسي، تحديد الأشكال المتماثلة بالنسبة لمحور معلوم، استنتاج بعض خاصيات التماثل المحوري، الحفاظ على المسافة وقياس الزوايا. أوبجيكتيف دابخونتيساج: كونستخوير لو سيمتريك دون فيكور بارابور أن أكس، أن أكس دوني، سور كادرياج، كادرياج لشبكة تربيعية. Déterminer un axe ou des axes symétriques d'une figure. Déterminer les figures symétriques par rapport à un axe donné. Déduire quelques propriétés de la symétrie axiale. La conservation des distances et des angles. Donc maintenant, il a axe chef ou atamar. Maintenant, arsumo. مماثل كل شكل بالنسبة لمحور المحور ملون بالأحمر. أرسم مماثل كل شكل بالنسبة لمحور ملون بالأحمر. نبدأ على بركة الله. إنه بالنسبة نبدأ بهذا الشكل سهل. إنه هذا هو محور تماثل. ياك يعني إلى جينا نرسم المماثل ديالو خصنا نشوفوا النقط، أن هذه النقطة هذه النقطة هذه النقطة هذه النقطة. الممثل ديال هذه النقطة هو نفسها، علاش؟ حيت كاينه في محور التماثل. الممثل ديال هذه النقطة هو هذه النقطة، والممثل ديال هذه النقطة هو هذه النقطة. هنا الممثل ديال هذه النقطة فين هو؟ غادي نمشيو عموديا على محور التماثل، ياك هنا طلعنا بشحال؟ واحد جوج، إذا نهبطو من هنا واحد جوج، ها هو نفس الحاجة. ممثل هذه النقطة غادي نرسمو مستقيم عمودي على محور التماثل، ياك، وغادي نشوفو هنا شحال درنا من كارو، واحد جوج، إذا هنا درنا جوج ديال الكارو أيضا، واحد جوج، ها، ونرسمو الشكل ديالنا اللي هو ها هو. نفس الشيء بالنسبة لهذا الشكل. عندنا هنا قطعة، نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا. ما علينا غير نرسمو مماثلات هاد النقط باش نقدرو أننا نرسمو الشكل. مماثلات هاد النقط شنو غنديرو؟ شنو قلنا كنديرو؟ كنرسمو مستقيم عمودي، ياك، و كنشوفو نفس المسافة اللي هنا كنديروها هنا. هنا كاين مربع واحد، هنا غادي ندير مربع واحد، لأن مماثل هاد النقطة هو هاد النقطة. أن هنا مماثل هاد النقطة شحال بعيد على المحور التماثل؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني ها هو المستقيم العمودي هو هذا، وبعيد عليه بربعة ديال الكار، إذا ها هي النقطة مماثلة هاد النقطة. إذا نقدرو دابا نرسمو هاد الضلع، ها هو، إذا هاد الضلع مماثل هاد الضلع. دابا هاد النقطة نشوفو مماثلة ديالها، ها هو المستقيم العمودي، ياك، شحال بعيدة؟ واحد جوج ثلاثة، ثلاثة ديال الكار، دونك ها واحد ها جوج ها ثلاثة، إذا ها هي النقطة. هادي نفس الشيء بعيدة عليها بأربع مكعبات، إذا ها هي، إذا نقدرو نرسمو دابا ضلعين، مماثل هاد الضلع مماثل هاد الضلع. دابا بقاو لنا جوج نقط نرسمو الممثلات ديالهم. هاد النقطة ها هو الممثل ديالها، ياك، علاش؟ ها هو المستقيم العمودي، و كنشوفو المسافة اللي المسافة ما بين المستقيم العمودي والنقطة كنخليوها هي نفسها. إذا نفس الحاجة هنايا، بشحال بعيدة من مربع؟ بخمس مربعات، إذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، بحفاظ على المستقيم العمودي. إذا دابا نقدرو نكملو الشكل ديالنا. بهذا نكون رسمنا الشكل مماثل لهذا الشكل، هنا ها هو. نمر الآن إلى هذا الشكل. هنا قلنا شنو كنديرو؟ كنرسمو مستقيم عمودي إلى محور التماثل. إذن هذا هو مستقيم العمودي على محور التماثل، و
هنا ما عندناش مربعات واضحه، شنو كنديروا؟ كناخذوا بالكار ديالنا باش نشوفوا المسافات. اذا هنا هاد النقطه نديروا مماثله هاد النقطه، هاد النقطه، هاد النقطه، هاد النقطه، هاد النقطه. اذا عندنا هاد النقطه مماثله ديالها هي نفسها حيت كاينه على محور التماثل. نمروا دابا لهاد النقطه، عفوا نمروا دابا لهاد النقطه. هاد النقطه هذه هي المسافه بينها وبين محور التماثل. يعني نجيو هنا نعبروها ياك، ونجيو هنا نديرو قوس. عفوا، اذا هذه هي المسافه، اذا هذه هي هاد النقطه. نفس الشيء بالنسبه لهذه، غادي نجيو غادي نرسمو هذا الضلع هو شنو هو هذا. نفس الشيء بالنسبه لهاد المستقيم، غادي نجيو نرسمو مستقيم عمودي عليه ياك، ونجيو نشوفو المسافه. هذه هي المسافة، هي هذه المسافة، إذن هذا هي هاد النقطة. إذن دابا نرسمو مماثل ديال هاد النقطة، ها هو. هو هذا ومماثل هذه النقطة هو هو هذا، إذن هو على نفس المستقيم. اذا عندنا هنا شنو؟ عندنا هنا جوج مربعات من هنا لهنا، ها هما. هذا هاد القطعه مماثله لهاد القطعه. دابا هاد النقطه هي هادي، وهاد النقطه هي هادي. من هاد النقطه لهاد النقطه كاين خط مستقيم، يعني نرسمو هنا هو نرسمو خط مستقيم. اذا عندنا مور ما رسمنا هاد الممثلات نصل بخط نا، ها هو هذا الخط مماثل هذا الخط، هذا الخط مماثل هذا الخط، هذا الخط شنو الممثل ديالو؟ هو هذا الخط، ها هو. وهذا الخط الممثل ديالو هذا الخط، وعندنا هذا الخط الممثل ديالو هو هذا الخط. بهذا نكون رسمنا الشكل المماثل لهذا الشكل، بحيث الى شنو الى طوينا الورقه غادي يجيو هاد جوج الاشكال منطبقين. بالنسبه لهذا الشكل نرسمو المماثل ديالو، غادي نديرو نفس الطريقة اللي استعملنا. غادي نرسمو خط عمودي على هنا، بما أنه مرسوم إذا مكاينش داعي. عندنا هاد التربيعة، عندنا هادي خارجة لهاد الجهة، إذا الممثلة ديالها فين تكون؟ تكون في الجهة الأخرى. غادي نرسمو هادي هنايا، وهادي هنا ياك، وهادي الممثلة ديالها هي نفسها. إذا دابا نقدرو نسالو هاد الأضلاع، هي هادي وهادي. عندنا هنا كاينين جوج مربعات ما بين هاد النقطة وهاد النقطة، إذا نخليو شحال؟ نخليو أيضا جوج مربعات ما بين هاد النقطة وهاد النقطة. إذا نخليو المربع الأول والمربع الثاني، ما عفوا كاينين شحال مربع؟ أربعة المربعات ما بين هاد النقطة وهاد النقطة. إذا نخليو أربعة المربعات ما بين هاد النقطة والنقطة الجاية، واحد جوج ثلاثة أربعة. هاي هادي طلعه هنايا، اذا هادي هنا وهادي فينا هنا، واحد جوج ثلاثه، بعيده ثلاث مربعات على المحور. اذا ها هي، ونرسمو الشكل ديالنا. هنا دابا سالينا. نمر الان الى المثال الثاني. المثال الثاني شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا احددوا محور او محاور
تماثل كل شكل مما يلي. عندنا هذا الشكل، الى قسمناه من هذه الجهه بحال هكا بهذه الطريقه، فهو غادي يكون هذا هو محور التماثل، غادي يكونوا هذ الشكلين منطبقين. اما بالنسبه لهذا الشكل الى قسمناه من هذه الجهه غادي يكونوا شكلين منطبقين. بالنسبه لهذا الشكل عنده جوج ديال محاور التماثل او اكثر، شرط ديال عنده بزاف ديال محاور التماثل، يعني الشرط اما غادي نقسموه بهذه الطريقه ياك، هذا هو محور التماثل الاول بهذه الطريقه او بهذه الطريقه، هذا هو محور التماثل الثاني، او نقدروا نديروا هذا محور التماثل، يعني كاين بزاف، او هذا محور التماثل. يعني هذا الشكل عنده شحال محور تماثل؟ واحد واحد جوج ثلاثة أربعة ديال محاور التماثل. نمر الآن إلى هذا الشكل، فهو عنده ماشي محور تماثل واحد إنما بزاف، إما هذا يا إما نجيو هنا نديرو هنا هذا محور تماثل. يعني إن هنا رسمنا مجموعة ديال محاور التماثل. نمر الآن إلى التمرين الثالث، قلنا هل الشكلان متماثلان بالنسبة للمستقيم الأزرق في كل حالة؟ أنه أول حاجة شنو قلنا كنشوفو؟ كنشوفو كنرسمو مستقيم عمودي ياك، وكنشوفو واش المسافة ما بين هاد المستقيم، ما بين المستقيم الأزرق والنقطة هي يعني نفسها ما بين المسافة ما بين هاد المستقيم الأزرق وهاد النقطة فين هي، كنلاحظو واضحة أن ماشي هي، إذا لا هما ليسا متماثلان. عندنا هنا بالنسبة لهذا الشكل نتأكدوا أن مماثل هذه النقطة هو فعلا هذه النقطة، مماثل هذه النقطة هو هذه النقطة، كنلاحظوا المسافة هي نفسها، مماثل هذه النقطة عفوا أجي نشوفوا هذه، مماثل هذه النقطة هو نفسه هذه النقطة، إذا مماثل هذه النقطة هو أيضا عفوا هذه النقطة، إذا هذ الشكلان نعم متماثلان. بالنسبة لهذين الشكلين مماثل هذه النقطة هو هذه النقطة، ولكن هذه النقطة فين هو الممثل ديالها؟ ما كاينش، إذا لا هاد الشكلان نعم هو متماثلان. علاش؟ الى طبقنا الورقه على هذا المستقيم فغادي يكون عندنا متطابقين، اذا نفس المسافه ما بين هذه النقطه وهذه النقطه، ما بين هذه النقطه والمستقيم وهذه النقطه وهذه النقطه والمستقيم، هذه النقطه ايضا وهذه النقطه ايضا، اذا هذا غير متماثلان، هذا نعم متماثلان، هذا غير متماثلان، هذا نعم متماثلان. نمر الان الى التمرين 4، رسمت خديجة شكلا ومماثلة ومماثله عفوا، رسمت خديجة شكلا ومماثله بالنسبة لمحور معلوم في كل حالة، في كل حالة ثم قامت بمسح المحورين، انقل كل شكل في شبكة تربيعية ثم ارسم كل محور تماثل، كيف اتحقق من ان كل محور تماثل رسم بشكل صحيح؟ انه غادي نرسمو محور تماثل ديال هذا هنايا، تن 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 ان هذا هو محور تماثل هذا الشكل، وهذا هو محور تماثل هذا الشكل. باش نتاكدوا من ان كل محور رسم بشكل صحيح فاحنا عندنا جوج ديال الطرق، يا اما غادي نحسبوا المسافات، يا اما الطريقه اللي سهله اننا ناخذ الورقه ونطبقوها على جوج وغادي يكونوا عندنا شكلين متطابقين، يعني شكل فوق شكل، ان هذه المسافه هي نفس هذه المسافه من هنا لهنا، هاد المسافة هي نفسها هاد المسافة، وهادي هي نفسها هادي، وهاد النقطة ما بين ما جميع النقط المسافات ما بينها وما بين المستقيم اللي هو محور التماثل متساوية مع اللي مع الجهة الأخرى، يعني هاد المستقيمين كيمثلو لنا محور تماثل هاد الشكلين. نمر الآن إلى التمرين رقم 5،
تأكدوا باستعمال الأنسخ أن الشكل الأحمر مماثل للشكل الأخضر بالنسبة للمستقيم الضي. إذن ناخذ الأنسخ ونرسموه. كيفاش غادي ناخذ الأنسخ ديالنا؟ ناخذ هذا ماشي أنسخ إنما فقط ورقة، ولكن كيفاش غادي نرسموها في أنسخ؟ وغادي نقسموا الورقة، نقسموا الورقة على شكل مستقيم على من ان هذا خطي، نسبوا ان خطي هو محور التماثل ونقسموها، فاحنا غادي نلاحظوا انهم منطبقان، يعني وحده فوق وحده. نلاحظوا حتى الا حلينا الورقه دابا هما منطبقان، يعني غادي تجي سي فوق سي، ا فوق ا، و بي فوق. نحسب اذا المسافه ا بي و ا بريم بي بريم. المسافه ا بي هي 1 سنتيمتر، المسافه ا بريم بي بريم هي ايضا 1 سنتيمتر. اذا ا بي ا بي ا بي كتساوي لنا ا بريم بي بريم كتساوي لنا 1 سنتيمتر. بالنسبه مسافه سي ا و سي ا بريم، عندنا سي ا كتساوي لنا 2 سنتيمتر، وايضا سي ا كتساوي لنا سي ا بريم كتساوي لنا 2 سنتيمتر. شعاع القرصين هما بجوج بهم فيهم 0.3 سنتيمتر. إذن ار كتساوي 0، ار كتساوي ار بريم كتساوي 0.3 سنتيمتر. قياس الزاوية ا سي بي، قياس الزاوية ا سي بي و ا بريم سي بريم بي بريم. هنا هي الزاوية ا سي بي، ها هي نقيسو هاد الزاوية. إذن هي تقريبا 35 درجة. ا سي بي كتساوي لنا ا بريم سي بريم بي بريم كتساوي لنا 35 دوكي. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الحفاظ على المسافة وعلى قياس الزاوية، يعني أن التماثل المحوري يحافظ لنا على مسافة وعلى قياس الزوايا. بهذا نكون أتممنا الصفحة 93 من مقرر الجديد في الرياضيات للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. شكرا على المتابعة.